إذن ذكرنا أسئلة خمسة قبل البدء بالدراسة. وحان شاقني سؤال الشنة أنت أن ندرسي أقلين. لماذا ندرس التوحيد؟ محان توحيدك أبرنينا. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ محان أدارني إن شرحنا متن قاس أصول الثلاثة الإيراد. لأننا طلاب. لأنه حنا أنا وطلاب بانهاي. والطالب لابد يرجع إلى العلماء في السير في طريق العلم. أرضي جنا وحواجب كأه إنه ألا بتوع علوم هذا طريق علمك أمراي. العلماء رحمه الله تعالى أمر الطالب بأن يبدأ أولا بالتوحيد ويبدأ في التوحيد بمتن الأصول الثلاثة. علوم هذا وحين أمرين إن أن أول طالب العلم وكب اللابة توحيدك. توحيدك أنا يكب اللابة كتابك لإرادة الأصول الثلاثة. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ سؤال صدحات محيث هي الأصول الثلاثة محال قوضها. الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر، الأشياء تسأل عنها في قبرك، من ربك ومن دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. أصول الثلاثة وحال قوضة سؤالها قفك لقوة دينها وقبرك أو ربك وايو نبيك وايو دين تاذو حيثا. نعم. السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة؟ ماذا أستفيد إذا درست هذا المتن المبارك؟ سؤال أفراد حوي محيتها فائدة أن كهل إنه إنا برنو كتاب كان أم برنو أما أصول شانس أم برنو. نقول إذا تعلمت الأصول الثلاثة الآن في الدنيا وحلينا هاي جوابت وحوي هدي أم برنو أصول شانس صدح لها الدنيا هذا أنكو برنو ثم عملت بها وهدنا أنكو رقنو ثم دعوت إليها هدنا أنضتك أغيرنو وصبرت على العلم والعمل والدعوة وأنكو صبرنا علمك يا عملك يا دعوتي بأنكو صبرنا تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر سيدا سداد الدنيا ذو كسا ميسيد إلهي إذن كيسا قبري كان سؤالها سيسا حاذو جوابيسا السؤال الخامس والأخير سؤال الشنات أوضن بيسا على ماذا يحتوي هذا المتن المبارك؟ متن يعني محو حمبارسية معاند وحمبارسية محيطة يحتوي هذا المتن على أقسام خمسة متن يعني حمبارسية هاي الرمى الشنأة القسم الأول المسائل الأربع قسمي كوبات قيبت كوبات وحوي مسائل أفرتاء علم وعمل ودعوة وصبر علمي برشو يكرقن يوير دخل لو يير تاسو لو صبر سورة العصر سورة العصر نعم القسم الثاني المسائل الثلاثة عن أنواع التوحيد الثلاثة قيبت لبعض وحوي الأصول الثلاثة أو أنواع التوحيد كأصدح لها القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد قيبت صدحات وحوي محان وبراني توحيدك القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر قسم كأفراد وحوي أصول صدح ذا أو أهس قبرك سؤالها قبرك لسكو يدينا القسم الخامس الخاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم قيبت شنادنا وخاتمة دي إلهي وحوي دي سنينا إنو التوحيد كحياتنا نوو ختمه والله أعلم